جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: بالنسبة للمسافر إذا وصل إلى مكة في رمضان وهو صائم، هل يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ نعم، هو مسافر ما دام أنه خارج بلده ولم يرجع إلى بلده فهو مسافر في مكة وفي غيرها، إلا إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يكون مقيما، وأما إذا نوى إقامة يسيرة أو بقدر ما يؤدي العمرة فإنه مسافر له أن يفطر. نعم.